مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. اتحادات الطلبة في جميع دول العالم هي مؤسسات شبابية تسعى لخدمة الطلبة الدارسين بالخارج في مختلف التخصصات اللي تطرحها الجامعات، وذلك إيمانا منها بالدور الملقى على عاتقها في التواصل مع الطلبة ومساعدتهم ومساندتهم في شؤونهم الدراسية والتعليمية والاجتماعية والثقافية. وهذا ما حرص عليه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بدوره الإرشادي والتوجيهي، وذلك من خلال تواجده في دولة الكويت وأيضا باستقبال الطلبة فور وصولهم إلى أمريكا للالتقاء بالطلبة عن قرب والتواصل معهم بشكل مباشر. للحديث عن الدور هذا نستضيف الأخ فيصل المناعي رئيس اللجنة الثقافية، وأيضا الأخ محمد الغملاس رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية. حياكم الله وصبحكم الله بالخير معنا. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. في البداية أخ فيصل، لو تعطي السادة المشاهدين نبذة عن المهام الموكلة عليكم أو على عاتقكم في الاتحاد الكويتي الوطني في لدولة الكويت في أمريكا. أكيد أكيد. بالبداية أحب أشكركم على هذا الاستضافة. حياك الله. والاتحاد يعني بشكل مختصر عبارة عن من مهامنا إحنا خاصة بأمريكا نحاول نوفر الجو المناسب للطلبة والبيئة المناسبة اللي ما تحسسهم بالغربة، لأن مثل ما تعرفين بأمريكا ما هي ديرة قريبة، صح، ولا نفس الثقافة ولا نفس العادات ولا نفس التقاليد، فالواحد الطالب لو راح هناك يحس بغربة، يحس إنه في شيء ناقص، يحس إنه مكان مو مكانه، فنحاول إحنا كثر ما نقدر إن نحسس الطالب إنه هو موجود بالبيئة المناسبة، إن إحنا موجودين له، نحاول نجمع الطلبة مع بعض، نحاول كثر ما نقدر، حتى إحنا شعارنا إن شاء الله الاتحاد بيتنا في غربتنا. وإذا يعني بفصل فيهم الاتحاد، إحنا عندنا أربع جوانب أساسية نشتغل عليهم. الجانب الأول اللي هو الجانب الطلابي، عندنا على مدار السنة أنشطة نقيمهن نجمع الطلبة من ناحية في بطولات كرة قدم وغيرها أنشطة رياضية، ومن ناحية ثقافية عندنا مشاريع نثقف الطلبة، نحاول حتى الرد حق عاداتنا وتقاليدنا، في أشياء نقولها وفي قضايا نطرحها ونسمع من الطلبة في أنشطتنا. والجانب الأكاديمي كل سنة احنا عندنا متطلبات جديدة نحاول نفيد فيها الطلبة. والجانب الأخير اللي هو الجانب الاجتماعي اللي مثل ما قلت لكم عنه الجانب الأول. نفس السؤال بس خلينا نتشعب، لأنه أنت الآن تتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني آلاف الكيلومترات ما بين ولاية وولاية، كيف ممكن أن أنتوا تستقطبونهم وتجمعون معاكم مع بعض، وخاصة أنهم طلبة، يعني عملية التنقل بالنسبة لهم نوعا ما يكون فيها صعوبة. صحيح. في أمريكا إحنا عادة كل منطقة وبكل ولاية، أو خل كل ولاية 50 ولاية، لكن كل ولاية يمكن فيها 3-4 مناطق، فإحنا تقريبا بكل منطقة عندنا ممثل للاتحاد، ممثل للاتحاد، وفي عندنا طلبة بالاتحاد بكل منطقة بأمريكا، فممثل الاتحاد هذا هو اللي يكون دائما مسؤول عن الأنشطة اللي تحصل بالمنطقة، يحاول يجمع الطلبة، يعرفهم كلهم، يتواصل معهم كلهم، حتى الطلبة المستجدين اللي راحوا، والله المستجد اللي الحين بيوصل المنطقة الفلانية مو عارف شيء، فهو اللي يكون متصل وياهم. لكن الجامعات كلها يعني ما يجتمعون طبعا طلبة أمريكا كلهم مع بعض مكان واحد إلا في المؤتمر السنوي اللي يصير بشهر 11. نعم. محمد، نبي نعرف الاتحاد عادة يقوم بأنشطة وفعاليات خاصة للطلبة، نبي نعرف شنو أبرز هالفعاليات اللي يقدمها الاتحاد؟ في البداية مشكورين على الاستضافة. حياك الله. يا مرحبا. الله يحييكم. طبعا الاتحاد عنده مواهب الأنشطة اللي يقيمها الاتحاد بالكويت وبأمريكا. بأمريكا طبعا نقيم المؤتمر السنوي اللي يكون نهاية شهر 11. نعم. فيجمع تقريبا كل طلبة الكويتيين المبتعثين. وتقريبا يحضر أكثر من 2000 طالب. 2000 أو 3000 طالب. من كل الولايات. من كل الولايات. وبعد عندنا أنشطة مثل الملتقى اللي قيمة الاتحاد اللي هو ملتقى العيد الوطني. اللي يكون بعد بأحد الولايات، هم يحضرون 1500 إلى 2000 طالب. نعم. وبعد من أهم الأنشطة اللي نقيمها بالكويت اللقاء التنويري اللي هو إن شاء الله راح يكون تاريخ 27/7 بأرض المعارض اللي بمشرف قاعة 8. حلو. وهم في أنشطة مثل ما قال أخي فيصل، أنشطة ترفيهية وثقافية مثل بطولات، هذه على مدار السنة طبعا بالكويت وبأمريكا. نعم. مثل بطولات كرة القدم وبطولات
والأنشطة تجمع الطلبة الكويتيين وتقربهم من بعض. ممتاز. لو تكلمنا عن دائما ما يكون البلدان اللي مثل هذه عرضة لأي اضطرابات وكذا، هل في كول سنتر؟ يعني ما نبي نرمي على السفارة دائما أو القنصلية الحمل كله، هل في لكم أنتوا كاتحاد طلبة في كول سنتر مباشر بحيث أنه لأي سبب كان حتى لو لاستفسار معين؟ أكيد. الله لا يبهلنا، بس انه دائما بالاضطرابات اللي تصير في مثل عواصف، زلازل، يعني ايا كان، مظاهرات حتى مثل ما طلعوا قبل شهر، دائما السفاره على طول يتصلون بالاتحاد، لان كون احنا طلبه ونعرفهم مثل ما قلت لهم، كل منطقه عندنا ممثل فاقرب من السفاره حق الطلبه نفسهم. على طول احنا من يصير هذا حتى الطلبه يعرفون عندنا خط ساكن، على طول يعني يدق يتصل فينا احنا، انا ومحمد قملاسي هي اداريه، على طول يعني اذا ما رد احد يحول على الثاني او يتصل حق على السفاره على طول. ففي دائما باي اضطراب يصير، باي كوارث، اي شيء لا قدر الله، عندنا خط ساخن تواصلون عليه الطلبه على طول حق الامور. بالتاكيد. محمد، دائما الطلبه ممكن معرضين لمشاكل خاصه بالغربه، ممكن ما يعرفون قوانين معينه، ممكن يعني شيء وارد. شلون دور الاتحاد في التعامل مع المشاكل اللي يتعرض لها الطلبه؟ طبعا مثل ما قال اخوي فيصل، احنا هناك كل منطقه بالخمسين ولايه، كل ولايه فيها ثلاث اربع مناطق يتواجدون فيها الكويتيين. نعم. عندنا بكل منطقه ممثل حق الاتحاد. فهذا دور الممثل، انه هو يستقبل الطالب، يساعده بامور اللي في البدايه مثل امور سكن، واذا احتاج شيء او واجه اي مشكله فهو يلجا الى الاتحاد عن طريق الرقم الساخن او حق ممثل المنطقه، حيث ان الممثل هو يوصلنا مشاكل الطالب او المشكله اللي هو واقع فيها، واحنا عاد يا يعني نتواصل مع السفاره او الجهه المعنيه. هو بدون شك يعني السؤال مشترك لكم، يمكن اخوي محمد ايضا، موضوع ان الطالب يبي يطلع من الكويت مباشره، خاصه انه طالب ثانويه يعني تعود على محيط معين، صحيح، وعادات وتقاليد مثل ما بدينا في البدايه معك اخوي فيصل، الى نقله تكاد تكون يمكن ما نقول 180 90 درجه، خلينا الكثير من الممارسات والعادات والتقاليد. الشباب يكون متجه الى بلد فيها الانفتاح والحريه و كل شيء موجود تقريبا، صحيح، كيف من الممكن ان انتم تحتوونهم بالذات الجدد؟ هل تستعينون ب اخصائيين اجتماعيين نفسيين مشايخ؟ لا بكل اختصار، يعني حتى مثل ما قلت لك الطالب لما يجي امريكا اول اسبوع اسبوعين يكون يعني عاده يا مستانس، احنا شبابنا ما شاء الله يعني شطار ونبيهين وكذا، لكن اتكلم على انه يبي يستقر الان، صح، خلاص بيصير ديرته يعني بيقعد فيها، صح هو عشان يعني دائما الطالب لو وصل امريكا اول اسبوع اسبوعين تلقى يا يكون حالتين، فيك طالب يعني يا ليك خايف ومتوهق وهذا، ولا ليك المستانس طاير يبي يدور اي شيء، راي حريه. فاول اسبوعين هذول الطالب تلقاها، بعدهم هني شلون تعاملهم معه؟ هذه الجزئيه هني لا احنا على طول هذا وهذا من يوصل من اول اسبوعين، طبعا عنده شغل لازم يخلصه، احنا اول ما يوصل هم هذا حق الطلبه المستجدين الحين بيجون امريكا، اذا تواصلوا ويانا بالاتحاد من يوصل عنده طالب ان شاء الله نستقبله بالمطار، من بعدها نفتح له خط حق التليفون ونفتح له حساب البنك، وبعد ما نفتح له حساب البنك نخلص شغله حق الملاحق الثقافيه على اساس نصرف له معاشاته وفلوسه ومستحقاته، ونحاول ندور له على شقه. فهذا اول اسبوعين يعني الفتره اللي تصير حتى ندور حق شقه باول فتره هذه. فاللي تشوفونه خايف شلون تتصرفوا معاه، واللي تشوفونه متهور او متسرع ما يقدر يسوي شيء، ما يدل ولا يعرف، فهو راح يكون ويانا على طول. فالفتره اللي بعد هذه تلقى الطالب لا هو يدور، يصير خلاص يعني في شيء يفقده، يدور الجامعات، يدور الشباب، يدور الدواوين، يدور اي احد من يشوف له حتى كويتي يسلم عليه حتى وهو ما يعرفه ولا هذا. فطبيعي يعني ما تلقى احد، دائما يكونون هم يحبون الجامعات في اول الايام، وهذا يدورون الكويتيين دواره. نعم. واحنا ان شاء الله يعني راح نكون موجودين لهم دائما، الطلبه عندنا
كل مناطق يعني الحمد لله حتى احنا عاداتنا الكويتيه ما خلينا هناك في شقق ما صار الدواوين صارت الدواوين وشفنا الفيديوهات اللي موسم القرقيعان راحوا يقرقعون على الامريكيين زين حلو حلو قاعد ينقلون الثقافه. محمد كونك رئيس لجنه المستجدين كلمنا عن اللقاء التنويري اللي راح يكون في 27 يوليو. طبعا مثل ما قلت في البدايه لقاءنا ان شاء الله راح يكون 27/7 الاربعاء مو الجاي اللي بعده راح يكون ان شاء الله بمشرف ارض المعارض قاعه 8 راح يبتدي ان شاء الله الساعه 7:30. طبعا اللقاء هذا راح يفيد كل الطلبه المستجدين حتى الطلبه المستجدين المستمرين اللي خلصوا اللغه هم ممكن يفيدهم. راح يكون بحضور الجهات الرسميه مثل السفاره الامريكيه والملحق الثقافي ووزاره التعليم العالي والصحه المدرسيه. ممتاز. اي نعم. وراح يكون بعد على طريقه بوثات فكل تخصص راح يكون له بوث او بوثين. والبوث هذا راح يكون واقفين عليه طلبه مستجدين بالتخصص. نعم. طلبه مستمرين وطلبه متخرجين من التخصص. حلو. فراح عشان كل تساؤل يكون له جواب. كل سؤال راح يكون له جواب ان شاء الله. فانصح اي طالب مستجد رايح امريكا او حتى مستمر خلص اللغه ومقبل على الجامعه انه يحضر اللقاء هذا لانه راح يفيده ان شاء الله. القانون الامريكي نوعا ما مع المغتربين شديد شويه صح؟ توافقون الراي؟ صحيح. ممكن. بالتالي من يتجه الى امريكا قد يقع في بعض المخالفات اللي هو يكون مو مدرك لها او نوعا ما يكون ما بيقول مستهتر فيها أو لا مبالي فيها في بلد سواء الكويت أو حتى دول كثيرة. صحيح. بالذات قانون قيادة المركبات وشفنا يمكن الحادث المؤسف للطلب الكويتيين عسى الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويحسن إليهم. كيف من الممكن أن أنتم توصلون هذه المعلومات معلومات التقيد بالقوانين حيث أنه هل في كتيبات مثلا معينة تعطونهم إرشادات في محامي مندوب محامي؟ صحيح. طبعا المحامي والمندوب المحامي هذه كلها يتكفل فيها السفارة بالأمور هذه كلها. لكن أنا ودي أتكلم بشكل عام عن قوانين أمريكا يعني حتى غير المرورية يعني في قوانين الهجرة حتى بالدراسة في أشياء غير هذا ليش موجود اللقاء التنويري حق اي طالب بيروح امريكا راح يعرف شنو يعني مثل الاورينتيشن هذا راح يصير له مرتين. الاورينتيشن اللي هو بالعربي اللقاء التنويري هذا راح يصير مرتين حق الطالب. اول مره من عندنا بالاتحاد مثل ما قال بارض المعارض رقم 8 تاريخ 27 ان شاء الله. نحاول من كثر ما نقدر نشرح له عن كل شيء لكن هني راح كثر ما نقدر نتكلم عن امور البعثه شنو الاشياء اللي لازم يسويها شنو الاشياء اللي لازم يكون عارفها. ونفس الشيء هم راح نتكلم عن امريكا وراح يكونون طلبه موجودين مثل ما قال محمد القملاسي بكل التخصصات بكل المناطق وكل مناطق فيها قوانين غير عن الثانيه. لما يوصل امريكا هناك في شيء اسمه الاورينتيشن بكل جامعه وبكل معهد لغه بكل كولج بكل مكان اذا كان في طالب فريش من طالب جديد لازم اجباري انه يحضر هذا الاورينتيشن. هذا الاورينتيشن هذا اجباري من الجامعه اجباري نفسها. مو من الجامعه نفسها من الولايه الهجره. نعم. من داره الهجره نفسها يحطون الطالب يشرحون له حتى ساعات يسرع على مده اسبوع اسبوعين او يوم يومين يعني على حسب كل جامعه وكل هذا. نعم. يشرحون له اول شيء بدايه قوانين المكان قوانين المدينه اللي هو فيها قوانين المرور قوانين اي شيء كل شيء وقوانين الجامعه وقوانين الدراسه كل القوانين يشرحون له كل شيء وبعدها حتى كل جامعه عاد يسوون له مثل مو اختبار يعني مسابقات وهذا على اساس يكونون يثبتون المعلومه براس الطالب. فهو توصل لهم القوانين هذا بس ان شاء الله نوجه حق كلمه حق طلبتنا امريكا انه يتقيدون بهذه القوانين وان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ويعطيكم العافيه على اللي تقدمونه للطلبه. شكرا لوجودكم معنا ضيفينا فيصل المناعي رئيس اللجنه الثقافيه ومحمد القملاس رئيس لجنه المستجدين في الاتحاد الوطني لطلبه الكويت فرع الولايات المتحده الامريكيه. مشاهدينا الان راح ننتقل الى زميل نجيب القحطاني. صباحك الله بالخير.